السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وفاء من ديليس باي وفاء. كنتمنى كلكم تكونوا بألف ألف خير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم جيت البنات بغيت نشارك معكم هاد الحالة اللي يسمى بالقطيفة أو لا جوهرة. كيجي غزال بزاف بزاف وهو كيتكل في ساعته، يعني إلا بات الورقة كتلوى. كانت عندي في كوموند وقلت علاش ما نشاركوش معكم، كيجي لذيذ ومعتبر. أول شيء غادي ندوز نعطيكم المقادير أو لا الطريقة. كما تعودتوا عليا دائما كنحط لكم المقادير قدامي، ولكن هذا اختاريت كل حاجة نحطها لكم بوحدها. هنايا عندي نيسلي، نورمالمون كناخد كراميل ولكن ما عنديش وما كاينش لي تسخر. عندي هاد نيسلي، غادي نسد عليه في الكوكوت تقريبا 40 دقيقة، وغادي نحل عليه باش غادي يولي ليا كراميل. غادي نسد عليه كما كتشاهدوا معايا، كناخذ الكوكوت نديرو فيها الماء ونسد عليه، واللي خداه كراميل راه بحال ونفس الثمن. هنايا كما كتشوفوا معايا في الفيديو خديت اللوز، يعني غادي نديرو يتسلق ومن بعد غادي نقشرو وغادي نخليه كينشف، نديرو في زيف باش يتحيد منه داك الماء باش نقليه، ومن بعد غادي ندوزو في الماكينه باش نهرشيه. وغادي ناخد كاس كبير ديال القشده الطريه مع جوج المعالق ديال السنيده، لحقاش الكراميل غادي يكون حلو ولا كريم باتيسير غادي تكون حلوه، ما بغيتش نكثر السنيده. المهم كما كتشوفوا معايا خديت هاد الكاس وغادي نطلع لا كريم، ومن بعد غادي ندخلها كترتاح في الثلاجه. خليكم مع التفاصيل كلها في الفيديو. وصلنا لكريم باتيسير. كريم باتيسير نتوما ما غديش ديروا هذه الكميه اللي كندير انا، غادي ديروا النص ديالها، يعني ما تركزوش على الصوره، سمعوني انا شنو غادي نقول لكم. هم المقادير 4 ديال البيضات و50 غرام ديال الطحين، 75 غرام ديال السنيده، الفاني اللي عندكم هذيك النكهه ديال الفاني اللي كتكون سائله خدموا بها، ما عندكمش ديروا الساشيه، و نصف لتر من الحليب. هادو هما المقادير اللي غديرو. خليكم مع الطريقه. الطريقه كالتالي، كناخذوا البيض كنخدموه مع السنيده كنخدموه مزيان، يعني كتشوفوا الكريمه كيفاش انا ولات عندي عاقده، يعني غير البيض والسنيده ما معاهم حتى شي حاجه، ودرت الحليب كيغلى مع الفاني وبقيت كنطرب في البيض والسنيده مزيان حتى ولاو يعني بيضين ولات بحال ان كريم. ومن بعد ما غلى داك الحليب والفاني بديت كنضيفو تدريجيا وبشويه بشويه، وانا كنخلط باش ما يتكورش لكم داك البيض. ومن بعد كتضيفو الطحين وكتخلطوا شويه بالتراب الكهربائي وكتحطوا الخليط كامل ديك لاكريم فوق العافيه، وكتبقاو تحركوا حتى كتعقد، ومن بعد كديروها في زلافه ديال الدجاج وكتغطيو عليها بالسلوفان. هذه ضروري باش ما كديرش لكم ديك القشره، راه انا شارحها في الفيديو اللي قبل. كتغطيوها بالسلوفان على وجهها، يعني يجي على الدص ديالها، وكتخليوها تبرد، ومن بعد كتحطوها في الثلاجه باش كتخدموا بها. هاد لا كريم باتيسير راه ناجحه 100% وما تكور لكم، ما كدير ديك القشره ما حتى شي حاجه، تبعوا غير المراحل اللي قلت لكم. ندوزو باش نكملوا القطيفه ديالنا. خليكم
وهنايا كما كتشوفوا معايا يعني الورقه انا كانت عندي ديجا في الكونجيلاتور، كشيت ليا كنخدم البساطه وكتشيت ليا دائما الورقه كنجمعها باش كنخدم بها هاد القطيفه. اللي ما عندوش يمكن له يشريها طريه او يصايبها في الدار. المهم انا ما كيكونش عندي الوقت كاع باش نصايبها، راه دائما كتشوفوني كنشريها. كما كتشاهدوا معايا غادي نحاول نقطعها دوائر صغار على القياس اللي بغات السيده، حقاش انا كما قلت لكم هذه راها كوموند. غادي نقطعها دوائر كامله على القياس اللي بغيت، ومن بعد غادي ندوز باش نحلها كلها، وغادي نقليها في الزيت ونخليها حتى تسقطر يعني في البابي. غادي نستمر انا دابا بحال هكا حتى نكمل هذه الورقه كامله، ومن بعد غادي نمشي نطحن داك اللوز اللي قليت، غادي نطحنه، ومن بعد غادي ندوز باش نجبد دوك الكريمات اللي حضرت. كما ضروري خصهم يكونوا باردين شويه في الثلاجه، الا الكراميل دركني الوقت ما كانش بارد بزاف، ولكن المهم خدمت به للسيده لا كوموند ديالها، ما عندي ما كان عنديش البديل. كما كتشوفوا معايا بعد ما طحنت داك اللوز راه هو حطيته على جنب، ودابا غادي نحل هاد الورقه، غنستمر حتى نحلها كامله عاد نبدا نقلي فيها، وغادي ندوز باش نحضر القطيفه. كما كتشوفوا معايا انا شايفه يكون واحد وماما كتغمضي عينيك صافي، راه حنا عرفنا الزيت كتسخن وغادي اللوز، ولكن خصكم ما تزيدوش من حداها لحيتاش دغيا دغيا كتحمر ودغيا تمشي لكم الورقه دغيا تحرق. المهم غادي نستمر انا بحال هكا كنكمل عاوتاني الورقه كلها، راه قلت لكم الطريقه. ملي غادي نقليها كامله غادي نبدا كنعمر بها في هذوك الكريمات اللي حطيتهم من قبل. خليكم هيا هنايا تقلات كما كتشوفوا معايا كتجي مقرمشه عارفين، ولكن راه كنأكد وكنعاود نأكد يعني راه ماشي تبات، يعني كتصايب وكتكال في ساعتها. كما كتشاهدوا معايا هنا خديت لا كريم باتيسيير بعد ما وجد الكراميل، وغناخد القشده الطريه كل حاجه غادي نديرها في البوش ديالها، وغادي نبدا كنعمر في دوك الوريقات بشويه بشويه. المهم كان نتوما غادي تشاهدوا كل شيء في الفيديو، ومن بعد غادي نبدا الرش باللوز. خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الشكل النهائي، كتجي غزاله غزاله بزاف، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها. وهادشي اللي كاين، خليكم مع الفيديو الى الاخر. هنايا كما كتشوفوا معايا يعني بديت كنحضر في الشكل النهائي، غادي كندير لا كريم وكندير من فوق منها لا كريم شونتيي، ومن بعد كندير كراميل وكندير اللوز. المهم هانتوما مع الطريقه ديال التزيين ديال هاد القطيفه او لا جوهره حتى الاخير. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، خليكم مع الفيديو حتى النهايه. من بعد ما غادي نكملها كامله غادي نرشها بالسكر كلاصي، وغادي نرش عليها الورد. الورد كيبقى اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، واللي ما بغاش يديرو ما يديروش. المهم انا درتو حقاش كيعطيها منظر رائع. خليكم مع الفيديو الى الاخير، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كنقولها وكنعاودها، مي راه فريمون كتستحق انكم تجربوها، كتجي لذيذه بزاف. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل القطيفات اللي عندي كاملين، وعباش نبدا في رشها بسكر ثقيل. خليكم مع الفيديو حتى النهايه. بعد ما كملتهم كاملين كيجيو على هذا الشكل.
زوينين في المنظر وفي حتى في المذاق. غادي نرشهم بسكر كلاسي ومن بعد غادي نرش عليهم الورد كما قلت لكم. وهذا هو النهاية ديال الفيديو. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم دائما، واي حاجة بغيت نشاركها معكم طلبوها لي في التعاليق او لا في الانستغرام كما تعودتوا دائما. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى فيديو قادم ان شاء الله.